كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تجعل الليلة دي مباركة عليكم وتدخل كلها، يعني كل واحد يحقق له ربنا اللي هو نفسه فيه. يا رب طاعتكم تبقى ماشية مع الود ومع الرحمة ومع التواصل ومع كل حاجة حلوة في الحياة يا رب. النهاردة هنعمل حلقة خاصة بعزومة ليلة القدر. يعني ليلة القدر معروف ان هي من الليالي اللي زي ما بتكتر فيها الطاعات، زي ما بنقوي صلة الرحم وبنقوي صلة التواصل ما بيننا وما بين افراد العيلة. فالنهاردة حلقة هنعمل فيها ديك رومي. احنا عملنا قبل كده الديك الرومي في حلقات مطبخ اسيا، بس النهاردة هيبقى ديك رومي بالخلطة البخارية او الرز البخاري بتاع الخليج. وصفة حلوة، يعني هنمشي تاني من الاول ازاي بنتبل الديك الرومي بكل تكاته وحركاته والحاجات البسيطة والصغيرة والتفاصيل الدقيقة. فاول حاجة انا عندي هنا طلبت ديك رومي، جالي حكم دار الديوك الرومي في مصر، مش عارفة حتى اتعامل معاه ازاي، يعني ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل تتبيله الديك الرومي. اول حاجه قبل ما ابتدي اعمل الديك الرومي عايزه اسلق الرز نص سلقه. هعمل الرز هنا على البطيخ، بس قبل ما اسلق الرز محتاجه ان انا اعمل له ميه سخنه تغلي على النار. هسيبها تغلي شويه وهبتدي اجهز الحشوه بتاعه الديك الرومي، او مش الحشوه، التتبيله بتاعه الديك نفسه. احنا قلنا قبل كده في حلقات مطبخ اسيا انه الديك الرومي بيتبل بطريقه كويسه قوي، عشان خاطر ما ينفعش احنا نتبل الديك من جوه ومن بره وتفضل طبقات اللحم اللي جوه، لانه الديك الرومي عكس الفراخ، يعني في طبقه لحمه كتير قوي، ما ينفعش اللحمه من جوه دي تبقى طعمها ماسخ. فاحنا محتاجين نعمل تكنيك جديد، او مش جديد، احنا عملناه اوريدي في البرنامج، وهو تكنيك الحقنه او عمليه حقن الديك الرومي. ديك رومي كده واخد حقن، ده اللي احنا عايزينه. فاول حاجه هحتاجها هحتاج شويه دبس الرمان. قلنا ان دبس الرمان بيدي المزازه المناسبه للديك بالشكل ده، وهحتاج شويه خل عشان يساعد ان انا افكك الانسجه بتاعه الديك الرومي بحيث ان هي تطلع مستويه كويس قوي. ممكن تستخدموا الخل الابيض، ممكن كمان تستخدموا الخل البلسميك، الاثنين بيعملوا نفس النتيجه. ما فيش الخل ممكن يدخل عصير الليمون. عندي هنا شويه زيت زيتون، انا كده دخلت كل السوائل للخلطه بتاعتي. هبتدي دلوقتي بقى ادخل البهارات. البهارات انا محتاجه ايه؟ محتاجه شويه، خلونا نبتدي بالجنزبيل. لازم نحط حبه جنزبيل حلوين قوي لخلطة الديك الرومي، عشان خاطر الديك الرومي من الطيور الزفرة جدا، ممكن الزفارة بتاعته تبوظ لي الطبخة كلها. وعندي بودرة الثوم، وعندي بودرة البصل، وعندي شوية جوزة الطيب، وعندي شوية فلفل أبيض، وعندي اوريجانو، وعندي كمان ملح، وعندي فلفل اسود. معلش البهارات كتير، بس انا في الاول وفي الاخر حابه ان انا اعمل ديك رومي اول حاجه مش زفر، وتاني حاجه انا بعمل ديك رومي بالخلطه البخاريه. يعني الخلطه البخاريه دي فيها بهارات، يعني انطلاقا من السبع بهارات، يعني اللي هي البهارات اللي فيها قرفه وفيها حاجات كتير. هحتاج كمان ازود شويه حبهان مطحون، واخر حاجه القرفه البودره. لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس قوي، خطوات بسيطه مهما كثرت البهارات، بس صدقوني الطعم في الاخر يستاهل. عندي هنا بصل مبشور اهو بالشكل ده، مفروض ان احنا لما نعمل التتبيلة دي نسيب، يعني نخلط المكونات مع بعض ونسيب البصل ده يرتاح شوية عشان ينزل ميته. كل ما البصل بيدخل مع عناصر تانية كل ما ميته بتنزل اكتر اهو. لو حسيتوا انه مثلا تتبيلة ناشفة من السوائل ممكن تزودوا يا الخل يا زيت زيتون، ما تقلقوش، يعني مش هتطلع مثلا تتبيلة
فيها خل كتير او مش هتطلع فيها زيت كتير، لانه في الاول وفي الاخر زي ما قلت دي تسقية للحم بتاع الديك الرومي اللي جوه، ودي هتساعدنا ان احنا نسوي اللحم. يعني الديك الرومي خصوصا لو كان من النوع الكبير بالشكل ده بيحتاج سوائل تطري اللحم اللي جوه كده. تمام، وزي ما قلت التتبيلة دي لازم ترتاح على الاقل 10 دقايق ربع ساعة عشان خاطر السوائل تفرز كويس قوي. وانا طبعا اعتقد مش هستنى الوقت ده لانه وقت الحلقة محكومين بيه، بس على الاقل هخليها تريح شوية. وابتدي اشتغل في الرز. زي ما قلت عايزة اسلقه نص سلقة. عندي رز مصري، ممكن تستخدمه البسمتي، بس انا في الحشوات بحب استخدم الرز المصري، مع انه البخاري معروف ان هو بيتعمل بالرز البسمتي. حطوا حبة رز حلوين عشان الديك الرومي عكس الفراخ بياخد، يعني بياخد حشوة محترمة، وساعات لما بيفضل بنحب ان احنا نقدمه حوالين الديك الرومي. لو كان الديك صغير ممكن يعني كمية الرز تحكمي فيها حسب حجم الديك. لو الديك مثلا فيه 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو ممكن ياخد كوبايتين رز، كوبايتين ونص. لما بتدي يفوت 6 كيلو ممكن ياخد 3 4 بالمنظر ده. هسيب الرز زي ما قلت يتسلق نص سلقة، مش عايزاه يتسلق تماما، على اعتبار بقى انه الخلطة دي ريحت. انا طبعا محكومة بالوقت، فهناخد هنا اي منديل بتاع مطبخ، شاش او اي حاجة، بس بلاش الشاش لانه الشاش العيون بتاعته كبيرة، فانا هحتاج ان انا اخد خلطة او منديل مقفولة العيون بتاعته، منديل من الحاجات الرخيصة بتاعت المطبخ، في الاول وفي الاخر هيتغسل يعني. وهحط الحشوة كده، انا مش عايزة الحشوة هنا في الحقن، انا عايزاها في التتبيل، لكن المية بتاعتها هي اللي هاخدها في الحقنة. باخد بالراحة كده بس عشان ما اضطرتش، لانه لو تفتكروا الحلقة الاولانية والموسم اللي فات لما عملنا الديك الرومي اتفضحت كله، ومش عايزة اعيد الكرة مرتين. وانزل كل السوائل دي بالشكل ده. زي ما قلت نستخدم قماش عيونه مش كبيرة عشان ينزل لي السوائل، بس لو نزلت اي حاجة في الحشوة مش هتخرج من الحقنة. اهو، واعصر كويس قوي كده. تمام، وارجع ده لهنا. مفروض تاخدوا كل السوائل، بس احنا هناخد شوية بس عشان تفهموا الفكرة عاملة ازاي. وهجيب حقنة، يعني الباشا ده مش محتاج غير حقنة زي دي، بس الحقنة 5 ملي 10 ملي برضو بتكفي الغرض، بس ان احنا قلنا نستخدم يعني واحدة كبيرة كده من الطب البيطري. الست الشاطرة هي اللي تتحول لدكتورة بيطرية كده مع الديك الرومي، يعني كله طب في الاول وفي الاخر. وناخد بقى الحقنة بالشكل ده ونبتدي نشتغل على الديك الرومي. هقلبه كده. اهم حاجة في الديك الرومي الصدر والفخاد، انا محتاجة 3 معايا يزقوا الحقنة دي. اهو، لا نزل الفور، بس انا محتاجة اغسل ايدي عشان الحقنة تجري مع الزيت بتاع الخلطة. خلوني ادخل عنصر مساعد. العنصر المساعد ده هو المنديل، وابتدي احقن زي ما قلت. هي ابتدت تشتغل، وهبتدي امشي كده في الصدر، ادخل لجوه خالص وعبي في كذا حتة بالتتبيلة دي. اهم حاجة زي ما قلت الصدر والوراك عشان هما اللي فيهم لحم كتير. اهو،
ياخد اكبر قدر من الحقن. ديك رومي مدمن. من كذا مكان زي ما قلت، كل الحتت اللي فيها لحم كتير عشان ما يطلعش ماسخ. وحش قوي ان احنا نعمل ديك رومي، يعني صارفين اولا في الديك وجايبينه ب 400 ولا 500 جنيه، وبعدين نجيب كل البهارات دي وكل الخلطة وكل المكسرات والرز، وفي الاخر يطلع لحمه ملوش اي طعم. دي حاجة بشعة بشعة بتقابل ست البيت. دايما نعمل كده. الرز انا هطفي عليه عشان زي ما قلت عايزه نص سلقه بس. انا كده يعني غرقت الديك بالحقن، ممكن ازود كمان هنا شويه من الحقن ده لانه عايز استفيد على اكتر على قد ما اقدر من السائل ده. هنطلع فاصل، نرجع لكم بعد الفاصل نكمل باقي وصفه الديك الرومي. رجعنا لكم بعد الفاصل، كملنا حقن الديك بكل المحلول اللي احنا خدناه من الصلصة دي. افكركم ان احنا عملنا تتبيلة للديك الرومي عبارة عن بصل مفروم، وحطينا معاها بهارات كتير منها الثوم البودرة، حطينا بصل بودرة، حطينا كمان جنزبيل، حطينا بهارات عربية زي القرفة وجوز الطيب والملح والفلفل والحبهان، وحطينا دبس الرمان وخل وزيت زيتون، وعملنا تتبيلة كده شوية يعني قوامها مائي. سيبنا التتبيلة دي ترتاح 10 دقايق، بعدين صفيناها في قماشة ناعمة جدا وخرجنا السوائل. السوائل دي خدناها حقنا بيها الديك الرومي من أماكن متفرقة، خصوصا الوراك أو الفخاد وكمان الصدر. دلوقتي باقي أو التفل اللي بيفضل ده بتاع البصل هاخده أدهن بيه الديك الرومي من جوه كويس قوي عشان زي ما قلت ما يبقاش زفر. اطمنا على الجلد اهو. دلوقتي نطمن على اجزاء الديك الرومي تاني، يعني نحط كده بين اللحم الرجلين والصدر، نعبيه كويس قوي بالتتبيلة دي، نحاول نسلك بين الضلوع بتاعة الصدر هي كمان من جوه، نوصل للرقبة، ولما يفضل شوية ممكن نمشي بيه كده على الجلد من برة والجناحات كمان والرجلين. هلفه بقى للناحية التانية وتعاملوا بالراحة، يعني ما تخافوش. اهم حاجة بس مرحلة نقل الديك الرومي. لو كان الديك الرومي كبير حاولي كل الشغل تعمليه في صينية الفرن لو انت لوحدك في البيت. لو طبعا معاكي حد ممكن تندهي جوزك كده من قدام الماتش ولا من قدام التلفزيون وفي له تعالى شيل معايا الليلة دي، عادي يعني الرجالة خلقت لكده. ادهني كويس قوي الديك الرومي بس كده. كده تمام. نبتدي دلوقتي نشتغل في حاجة تانية، هي الحشوة بتاعت الديك الرومي. زي ما قلت انا مقتبسة الحشوة من المطبخ الخليجي. على فكرة الحشوة دي مش ضروري تبقى رز، الرز بتاعنا العادي، ممكن الديك الرومي يتحشي رز بالمكسرات، ممكن يتحشي رز كبسة، ممكن يتحشي رز مندي، ممكن يتحشي رز مضبي، ممكن يتحشي رز برياني. يعني الخلطات بتاعت الرز دي تلعبي فيها زي ما انت عايزة، ما تخليش نفسك محصورة في حشوة واحدة بس. هجيب هنا الطاسة اللي هحضر فيها الحشو وهحتاج شوية زيت زيتون، او ممكن اشتغل بسمنه او زبده لو حابين. الزبده كمان بتدي نكهه حلوه قوي في الديك الرومي. عندي هنا حبه زبده حلوين قوي. وهحتاج اعمل حاجه، الاساس بتاع الرز البخاري بتاعي، الاساس بتاع الرز البخاري لازم اجيب البهارات الصحيحه اخليها تطلع ريحتها. عندي هنا قرفه عواد
وعندي هنا اللومي العماني او الليمون المجفف، وعندي كمان الورق اللورو، وهبتدي اطلع نكهة البهارات دي شوية تتحمص قبل ما اضيف اي حاجة تانية. هحتاج كمان دلوقتي ان انا ازود شوية من القرنفل والحبهان، زي ما قلت دي البهارات العربية بتاعتنا. هحط شوية مسمار، هحط كمان حبهان، بس اهم حاجة الحبهان نفتحه يا جماعة. لو حسيتوا ان هو مش قادرين تفتحوه بالايد ممكن تفتحوه بالسكينة، لانه الحبهان جوه الطاسة من غير ما يتفتح ملوش اي 60 لازمة. دلوقتي بقى انا ممكن ابتدي اضيف باقي المكونات. عندي هنا بصل مبشور، هشوحه كويس قوي مع الزبده دي والبهارات دي. الريحه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، البصل بيعميه بس الريحه حلوه قوي. الخلطه البخاريه دي يعني خلطه من الخلطات المميزه جدا اللي ممكن تعملوها للديك الرومي. عندي شويه من الفلفل الاسود او الابيض سوري، وعندي جوزة الطيب، عندي بودرة الثوم لانه احنا مش مستخدمين ثوم في الخلطة دي، فهنحط بودرة الثوم احسن. وممكن ازود كمان شوية جنزبيل عشان يساعدني في زفارة الديك الرومي، وهزود الملح والفلفل. اهو، مش هسكت على كده بس، يعني هضيف شوية حاجات تانية. عندي هنا الملح، نحط تمليحة حلوة للرز بتاعنا والفلفل، رشة فلفل لانه احنا حطينا الفلفل الابيض. وهحتاج بقى دلوقتي اضيف حاجة اسمها بهارات البخاري. بهارات البخاري احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا ان هي مزيج ما بين القرفة وجوزة الطيب والقرنفل والحبهان البودرة، وكمان فيها شوية ورق اللورو وفلفل اسود وفلفل ابيض وقشر جوزة الطيب. ممكن تقولوا للعطار يعملها لكم، تطحنوها عند العطار او في الكبة، زودوا حوالي معلقتين كبار، وبيبقى فيها كمان الليمون الاسود ده الناشف البودرة بتاعته. انا كده حطيت كل حاجة، هبتدي دلوقتي اضيف الرز بتاعي. الرز زي ما قلت انا سلقاه نص سلقة اهو، ما كملش سواه. هبتدي بقى اضيفه للخلطة دي. الروايح عاملة شغلها في البيت. ليلة القدر مش ضروري بس ان احنا نحط فيها او نهتم بس بالجانب بتاع العزومات والاكل، نهتم كمان بالعبادات. معروف ان الناس كلها يعني بتقعد في الجامع طول ليلة القدر، ممكن الستات ما بيكونش عندهم الفرصة دي، بس برضو الناس اللي ما عندهاش الفرصة دي ممكن تعمل حاجات كتير. انا مامتي مثلا من الناس اللي كانت تعمل حاجة اسمها الزكاة النفسية. الزكاة النفسية دي كانت دايما تطلعها يوم ليلة 27 او ليلة القدر. كنا بنقول لها اشمعنى ما تستنيش عيد الفطر، كانت تقول لنا عيد الفطر ده المسؤولة منه هو اللي لازم يطلع الزكاة، اللي هو جوزي اللي هو بابانا يعني. انما انا زكاتي او زكاتي النفسية واللي هطلعها عن نفسي وعن ولادي وعن بيتي بحب دايما اطلعها في ليلة القدر. فكانت ماما دايما نقول لها يعني ايه الزكاة النفسية، كانت بتقول لنا الزكاة النفسية ليها وجوه ووجوه كتيرة جدا. انك ترفع سماعة التليفون وتسأل على حد عيان في رمضان او بقالك كتير ما شفتوش، ده نوع من انواع الزكاة النفسية. ان انت يعني تروح تخرج تعزم حد وتروحوا تعملوا عمل خير او تتصدقوا بحاجة او تساهموا في عمل خير في رمضان، ده نوع من انواع الزكاة النفسية.
بالنسبة للمصريين انك تروح مستشفى السرطان مثلا وتحلق شعرك وتقعد طول اليوم مع الولاد الصغيرة دي، ده نوع من انواع الزكاة النفسية. بالنسبة للست لو تاخد في ايدها بلالين ولعب وحاجات وتروح مستشفى السرطان، ده نوع من انواع الزكاة النفسية. في عدة وجوه ووجوه للزكاة النفسية. يعني انا يعني الحاجات دي لما بفتكرها عينيا بتدمع بجد وما بقدرش اكمل الموضوع، بس يعني يا ريت ما ننشغلش خالص في العزايم والحاجات دي. حلوه اللمه بتاعه رمضان، حلوه اللمه في ليله القدر، حلوه كل الحاجات دي في ليله القدر، بس برضو لازم نحس في العالم انه في ناس تانية تعبانه اكتر، في ناس محتاجه بجد اللي يطبطب عليها، في ناس محتاجه ان احنا نشاركها ونحس بيها اكتر. انا الموضوع ده بيأثر فيا قوي، خصوصا موضوع الاطفال، فخلوني اكمل الخلطة. انا هحتاج بس هنا شوية سوائل تساعدني في الخلطة بتاعتي. لو احتاجنا رز ممكن، بس انا شايفة ان الرز ده كفاية يعني. بس عشان اعرف اشتغل فيه بس محتاجة ان انا اضيف شوية سوائل تساعدني ان انا اقلب الرز كويس. زي ما قلت كل حباية رز محتاجة ان انا ادخل لها البهارات دي، لسه الاضافات في الاخر، بس هحتاج اخد الحبتين دول عشان حرام. نوع من انواع الزكاة النفسية كمان التقليل في الاسراف، وانه على رأي حماتي خدي اخر حاجة في الطبق عشان الطبق يدعي لك. بس كده الموضوع ممكن يكون بيخد شوية، انه اتيل كده في البيت قد كده بالحجم ده ممكن يرعبك، بس صدقيني الموضوع مش صعب ابدا. لو مشيتي على الخطوات دي بالذات صدقيني مش هتتعبي ابدا. ودايما اعرفي ان المطبخ يعني اساس كل تجربة في الحياة مغامرة، واساس كل وصفة ناجحة في المطبخ مغامرة جريئة منك، يعني انك تركبي الصعب وتقرري انك تعملي الحاجة. فالديك الرومي يا ريت ننسى شويه ان احنا نعمل الديك الرومي عند الراجل بتاع الكبابه والراجل بتاع المطعم او الفرن، لا نعمل الموضوع ده في البيت. حتى لو شفتي ان الفرن مثلا مش هيقدر يستوعب الديك الرومي، ممكن تعملي كل حاجه وتدهني وتحطيه في الصينيه وتطلبي من فران جنبك او حد بتاع مطعم يسويه عنده. في الحاله دي انا متفقه معاكي، لكن الحشوه بتاعت الديك الرومي وتتبيل الديك الرومي صدقيني مفيش حد هيعرف يعمله زيك انت بالظبط، وتتفنيني فيه على مزاجك، لانه المطاعم واخدينها قاعده واحده. مطاعم كلهم بيعملوا حشوه الرز بالمكسرات، بيعملوا الديك الرومي، لا بيتبلوه زي ما قلت من جوه الا من رحم ربي. بره لازم يحطوا صلصه طماطم وحاجات غريبه، ف كده احسن. انا هحتاج بقى في الخلطه دي ان انا اخد شوية مية على ذكر الطماطم، لانه انا عايزة رز بخاري، البخاري معروف ان فيه صلصة طماطم. هحتاج شوية مية وادوب فيها عصير او صلصة الطماطم الجاهزة. ممكن كمان تحطوا الصلصة من الاول تقلوها كويس قوي مع البصل، بس انا انشغلت في الكلام ونسيت احطها، فهننزل بيها كده. عشان كده قلت لكم سووا الرز نص سوى عشان خاطر يكمل السوى اللي فاضل في الخلطه بتاعته وكمان في الفرن. وهقلب المكونات دي مع بعض. هكمل بقى الحشوه بتاعتي دي وهسيبها تبرد، وهنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل الديك الرومي بالحشوه البخاريه بتاعتنا. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحشوه بتاعتنا اهي ابتدت تدفى شويه، ما لحقتش تبرد طبعا. وعندي هنا شويه مكسرات محمصه، لوز، بندق، صنوبر، كازو، زي ما تحبوا، وهحاول اخلطها مع المكونات دي. وعندي كمان زبيب، الزبيب الابيض بتاعنا ده بتاع رمضان او الزبيب الاسود، بس الابيض حلو.
اها بس بالراحة بس وانتوا بتقلبوا على حبات الرز عشان ما تتكسرش. تمام كده. الديك الرومي احنا تبلناه وحقناه وعملنا كل حاجة تتعمله، يعني ما تخافوش خالص. وبرضو الحاجات اللي جاية هنعمل حاجات، يعني هنعمل له خطوات اكتر واكتر تخليه ناجح 100%. هبتدي احشي دلوقتي الديك بالحشوة اللي احنا حضرناها، نحاول على قد ما نقدر نزق الحشوة لجوه عشان خاطر الصدر يفضل مرفوع في السوا ما ينزلش. انتوا عارفين انه الفراخ والبط والديك الرومي كل ما كان شكلها يعني كده ماسك نفسها في الفرن وانيقة وهانم كل ما كانت احلى واحلى. محبش انا الطيور لما تخرج من الفرن كلها متكسرة او كلها كده فرشة والرجل خلعت من الفرخة والجناح طار. لا، احنا لازم نبقى ماشيين على خطوات معينة عشان نعرف نمشي كويس. كمان ما تنسوش تحشو الحتة دي اللي بتبقى بين الفخدة وبين الصدر، لانه زي ما شفتوا هي جلدة بس هنا في فراغ. لما تدخل الفرن الجلد ده هيبتدي يدوب هتتقطع، فده اللي بيخلي المفصل او الفخد بتاع الديك الرومي يفصل من الديك، فاحنا مش عايزينه يفصل، عايزين كمان حاجة تساعدنا اللي هي الحشوة والربط في الاخر. زي ما عملنا هنا نعمل للناحية دي، لكم ان تتخيلوا بقى الطعم في الاخر. حاجة كده تطور رقبتك قدام كل واحد. لو عملت الديك زي ما قلت البادجت بتاعه مثلا في ليلة زي دي بالسلط بالحشوة وبالمكسرات بتاعته وكل حاجة 500 جنيه بالكتير. طبعا لو طلبتي واحد زي ده من مطعم اقل حاجة هتدفعي 1000 او 2000 او 1500 يعني. اهو واحنا ماشيين فضل من الحشوة ممكن تحطيها حواليه، ما فضلش ما فيش اي مشاكل، هو لوحده كده يغدي او الحشوة اللي جواه تغدي قبيلة يعني، فما تقلقوش. وندفع دايما كده، احنا اهم حاجة زي ما قلت نحشي الحتت دي عشان ما تفصلش من الديك. والحاجة التانية اللي مهمة انه الصدر يترفع لفوق. هتقولولي ازاي نخيط الديك عشان خاطر ما توقعش الحشوة؟ الديك مش زي كل الطيور، يعني هو بيبقى صعب شوية في التخيط بتاعه، او مش مسألة صعب، هو مستهلك في موضوع الخياطة دي، ولحمه كمان عشان شديد شوية ممكن الخياطة ما تبقاش حل مناسب. بس في حل مناسب قوي لانه الديك كبير مش زي الفرخة. تاخدوا الفويل بالشكل ده وتحطوه هنا، ده بيمنع سقوط الحشوة في الفرن، ولما يستوي تشيلوه على طول. خليكم فاكرين ان احنا عملنا الديك الرومي النهاردة يعني خدنا وقت زيادة الحمد لله عن الحلقة بتاعت او الموسم اللي فات لما عملنا الديك الرومي، فشرحنا اكتر ومشينا بكل التفاصيل اكتر، فده هيخلي ست البيت ما تترعبش خالص من فكرة الديك الرومي او عمل الديك الرومي في البيت. بالعكس لما تبتدي تتقني الموضوع ده صدقيني مش هتحتاجي بره ابدا. ايه اللي فاضل؟ فاضل عملية طحنية الديك الرومي. الديك الرومي ده صعبان عليا قوي، حقن واخد حشو وتحشى طحنيت وتحنط. هناخد الديك الرومي بالشكل ده وهنحاول نقفله، بس زي ما قلت دايما نخلي شوية من الدبارة على جنب عشان هنحتاجها في الاخر. اهو لاحظوا ان انا شغالة الديك الرومي لوحدي، يعني مش محتاجة حد يساعدني، عشان كده بقولك لو مشيتي على الخطوات مش هتحتاجي اي حد يساعدك في موضوع الديك الرومي. اهو كده تمام قوي. هناخد بقى كده ونبتدي نلم الجناحات بالشكل ده.
تلاحظي انه انت بالمنظر ده، اولا الديك مساعدك عشان كل الاطراف فيه كبيره عكس الفرخه، مفيش حاجه بتتسلت. والحاجه الثانيه الديك بياخد راحته في الفرن، كل حاجه بتمشي مظبوط. حاولي، نسيت اقول حاجه، الجناحات ممكن تدخليهم بالشكل ده تحت الفخ اهو عشان الديك الروم ياخد شكل حلو. خلونا ندخل ده كمان اهو. هجيب المقص وهحتاج شوية الفتلة أو الدبارة اللي سبتهم من الأول، نلف كده واربط كويس قوي. لو شفتي ان بعد الربط مثلا الحشوة ابتدت تخرج، ممكن تستعيني بشوية فويل تانيين بالشكل ده، وانت كده بتضمني انه الحشوة ما تطلعش خالص. ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل معايا ان انا اعمل الخضار اللي هتحيط بالديك الرومي واللي هتساعد انه ما يبقاش عنده ريحة وحشة خالص. نفس البولة اللي احنا اشتغلنا فيها، لانه هنحافظ على نفس النكهة، مفيش حاجة جديدة، مفيش داعي ان احنا نعمل حاجات كتير. وانا زي ما قلت الاستوديو بتعامل معاه كأنه بيتي، بعمل الحاجة كأني في بيتي بالظبط، يعني مع ان انا معايا مطبخ مساعد وبينظفوا بيقطعوا بيعملوا حاجات كتير، بس انا بحاول ان الموضوع يوصل، يعني في الاول وفي الاخر مش عايزاكي تحسي ان انا بعمل الوصفه دي عشان معايا ناس بتساعدني، انا عايزاكي تحسي ان الوصفه دي ممكن تعمليها زي ما انا بعملها. عشان كده اصريت ان الوصفه كلها تتعمل قدام الكاميرا. فعندي هنا شويه جزر شرايح اللي هم مكونات الباقه العطريه، بس بدل ما نحط شويه حاجات اساسيه ممكن نحط شويه حاجات زياده. هحط التوم بتاعي بقشره لانه زي ما قلت انا عايزه ريحته بس، مش عايزاه يدخل في الاكل. راس توم حلو كده. وهحتاج كمان شويه روزماري. الاعشاب اللي عندك في البيت مش ضروري تمشي على اللي انا بعمله، يعني ممكن اضعف الايمان كزبره وبقدونس وزعتر. وعندي شويه زعتر، وعندي كمان كرات او بصل اخضر زي ما تحبي. لكن انا مستخدمة السكينة الغلط. هقطعه شرايح عشوائي، مش ضروري تكون متساوية ولا قد بعض. ده انا خلاص خلصت منه. من انواع كمان الزكاة النفسية اللي كنا بنتكلم عليها، طالما الدنيا عيد احنا ممكن كمان ناخد ولادنا زي ما بنجيب لهم عيدية، نخرجهم معانا ويجيبوا عيديات رمزية كده صغيرة او العاب صغيرة، ونروح لملجأ ايتام. دي حاجة كويسة قوي. اليتيم من اهم الناس اللي ممكن نفتكرها في العيد. من انواع كمان الزكاة النفسية انه احنا يعني في عادة حلوة قوي ممكن نعودها لأطفالنا، ممكن مثلا نعمل في أوضة كل واحد علبة صاج أو حصالة، ونعود نفسنا إن احنا كل ما يعني ونقول لهم كل ما يعملوا ذنب، كل ما يعملوا حاجة وحشة، مش ضروري ذنب، مش عايزة أقول ذنب لأنه الأطفال مش هيفهموا المعنى الأساسي بتاع الذنب، كل ما يغلط أو يعمل حاجة مش لطيفة أو يزعلك ياخد جنيه ويرميه في الحصالة دي. وعوديهم ان هم يوم الجمعه او يوم في الاسبوع كده ياخدوا الحصاله دي ويروحوا يتبرعوا بيها للناس المحتاجه، سواء الجامع، سواء المساكين، سواء الناس الفقراء اللي بتقعد في الشارع، او ممكن كمان يحطوها في المراكز او في المولات لما بيبقى فيه حصالات كده للهلال الاحمر او صناديق للهلال الاحمر، يحطوها هناك للناس المحتاجه. من بين الحاجات الكويسة جدا كمان في الموضوع ده، ان ممكن تكون الزكاة النفسية نوع من انواع الصدقة الروحانية، يعني ممكن نروح نشتري مصاحف
وناخدها نحطها في الجامع للناس اللي بتحفظ قرآن أو كنوع من أنواع المساهمة في نشر الإسلام. ممكن كمان نشتري اللي هم الكولمر أو الترموسات، دول بيبقوا كمان حاجة كويسة قوي نحطهم لسقي الناس العطشانة، خصوصا إن احنا الدنيا حر قوي، فممكن في رمضان الناس تحتاج تشرب بعد الفطار، دي حاجة كويسة كمان قوي. من بين الحاجات كمان اللي انا يعني بحاول الم لكم الافكار كلها اللي بتيجي على دماغي، ممكن كمان نصلح الاتات او الحاجات اللي بايظه في البيت، الهدوم القديمه نغسلها نكويها ناخدها نوزعها للناس اللي محتاجه، مش ضروري نوزعها بس بيننا وبين بعض احنا المسلمين، احنا ممكن نوزعها على الكنائس المسيحيين، لانه احنا في الاول وفي الاخر شعب واحد. ودي الحاجه اللي بتعجبني في مصر، انه زي ما المسيحي بيشاركك انت كمسلم في الطقوس الدينيه بتاعتك، انت كمان افتكره في عمل الخير وفي وقت الشده والحاجات دي. نكمل بقى الحاجات دي بتاعتنا. انا حطيت كل المكونات، محتاجه كمان شويه بصل، بصل نقطعه 4، بالشكل ده هحط له شويه زيت زيتون عشان المكونات دي احفز ان هي تترابط مع بعض وتطلع ريحه حلوه قوي في الفرن. دي الباقه العطريه بتاعتي اللي انا هسوي فيها كل حاجه. هاخد الحاجات دي واحطها حوالين الديك الرومي، واحنا ماشيين بنوزع الحاجات دي حوالين الديك الرومي كده، انت بتضمني ان الديك هيستوي في احسن الحالات، وكمان مفيش اي روايح مش لطيفة، لا يمكن ابدا ابدا الديك يطلع طعمه مش لطيف، بالعكس ده هيطلع من اطعم الديوك الرومي اللي ممكن تكوني كلتيها في حياتك خالص، وتطولي رقبتك قدام الضيوف وتبقى عزومة مفتخرة، حتى لو مش عزومة يعني ممكن انتوا مع بعض في البيت تفرحي تحسسي الاولاد ان ليله القدر دي حاجه مهمه قوي في الدين بتاعنا. زي ما قلت الانطباع النفسي او الانطباع لاول مره ده بيعلم مع الاطفال مدى الحياه، لما يشوف الطفل انه او يحس، يعني حاولي تخلي الاطفال في البيت يحسوا ان ليله القدر دي حاجه مختلفه، حاجه غير كل ايام رمضان. دايما الطقوس الصغيره، يعني صحي بدري قولي له النهارده اصحى بدري، النهارده ليله القدر، اخرجي خديه معاكي يجيب طلبات البيت، تعالى معايا عشان النهارده ليله القدر، اعملي عزومه شيك صغيره على قد البيت، ممكن مش ديك رومي، ممكن فرخه رومي، ممكن فرخه بطه، اي حاجه، بس حسسي البيت كله والاطفال كلها انه في حاجه مميزه النهارده. كده الاطفال بتكبر جواها انطباع انه في يوم في رمضان غير كل الايام، في يوم عندنا احنا كمسلمين حاجه مميزه قوي. زي ما قلت الانطباع النفسي او اول انطباع ده على الاطفال بيبقى ليه دور مهم جدا. ف ايه اللي فاضل في الديك؟ مش فاضل غير حاجه بسيطه جدا، تقريبا خلصنا كل حاجه، فاضل ان انا ادخله الفرن. بس قبل ما ادخله الفرن لازم اديله عامل مساعد على السوى وعلى التحمير وعلى انه يدي للجلد طعم حلو. انا عندي هنا شويه زبده على درجه حراره الغرفه، وفرمت معاهم مكعب مرق، ممكن تضيفي شويه بهارات زي الفلفل الاسود لو حابه، بس انا شايفه ان المكعب المرق اوريدي فيه كل البهارات المطلوبه. وهبتدي ادهن الديك بتاعي، اعمل له كده عمليه تدليك للجلد بالزبدة دي كلها زي ما قلت عشان الجلد يطلع متحمر وطعم وحرش وشكله حلو. وهندخل الديك للفرن على درجة حرارة 220 لمدة ايه؟ كل كيلو او كل 2 كيلو في الديك الرومي بيحتاجوا ساعة في الفرن، فلو الديك فيه 10 كيلو هيحتاج 5 ساعات في الفرن. في حل تاني انك تبطئي عملية السوى، بس ده في حالة لو الديك مش محشي، لانه لو محشي هيعذبك، ان انت تاخديه شوية تشويحة على النار وتقفلي المسام، وبعدين تمرقيه زي ما بنمرق البط والفراخ، وتسيبيه في المرقة دي مثلا حوالي ساعتين، بعد كده تنقليه وتعملي عملية دعك الزبدة دي وتخليه الفرن يكمل. ده ممكن يستوي بسرعة او تقللي في مرحلة السوى، لكن الريسك فيه ان هو مرحلة نقله من المية للصاج وهو محشي ممكن يخلي الاطراف تبتدي تتقطع، واحنا مش عايزين كده. فالحل المثالي في الديك الرومي اللي محشي انك تعمليه بدري وتسيبيه يعيش حياته كويس قوي في الفرن، ولما يخرج من الفرن
ما نستعجلش عليه نقدمه ولا نقطعه، لا لازم نسيبه يرتاح وهو متغطي بالفويل عشان العصارة ترجع جوه، وفي نفس الوقت الجلد يطرى وما يبقاش دي كرومي ناشف، وهو عمره ما هيبقى ناشف لانه احنا مطريين جوه كويس قوي بالحقن الاولانية. اتمنى ان اكون وصلت لكم كل خطوات الديك الرومي وحشو الديك الرومي. اتمنى كمان تكون فكرة الحقنة فكرة لذيذة معاكم. اشوفكم بعد الفاصل. اطلع فاصل واجيلكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. الديك الرومي بتاعنا وقفنا الحلقه وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نطلع بيه في اخر الحلقه، والحمد لله طلع اهو. ده بيبقى شكله في النهايه متحمر، نجرنشه بشويه خضار، كرنب احمر على شويه خس على شويه ليمون برتقان شيري توميتو، كلها حاجات كويسه قوي في الجرنش. زي ما قلت لو فضل شويه من الحشوه اللي جوه قبل ما نحشيه طبعا ممكن نحطها حواليه، بس انا شايفه انه مش محتاج لانه هو اوريدي محشي. فانا هعمل نوع من انواع الحلويات اللي ممكن يمشي في ليله زي دي. انتوا عارفين العزومات اللي بيبقى فيها الديك الرومي بالرز بتاعه بكل حاجه ما بتحتاجش ان احنا يعني كفايه المجهود اللي بياخده الديك، فاحنا ممكن نعمل وصفه سريعه الكل بيحبها في رمضان، هي المهلبيه، بس هنعملها بطريقه تانية. عندي هنا بسكوت، يعني هعمل زي قالب تشيز كيك بس بالمهلبيه. عندي بسكوت مطحون وهحتاج رشه قرفه، لانه انا زي ما قلت يعني عايزة احافظ على نفس النكهات اللي انا مستخدماها في الوصفة الاولانية بتاعتي. احلى حاجة في العزومة او العزومة الناجحة اللي تبقى كل حاجة متناغمة فيها، سلطات ماشية مع الطبق الرئيسي، ماشية مع الشوربة، ماشية مع الحلو، يعني يبقى فيه ديجرادي كده في النكهات. الوحش ان انت تبقي عاملة مثلا شوربة حريرة مغربي وتعملي بيكاتا بالمشروم وتعملي معرفش ايه، فالعزومات اللي بتبقى فيها الاطباق دي مشتتة والواحد مش عارف يدخل في ايه ولا ياكل في ايه، دي مش بتبقى لطيفة. وحنبتدي نضيف السمنة بالتدريج او الزبدة السايحة. خلوني اجيب بس جوانتي. ودايما بنقول انه البسكوت لازم نضيف له الزبدة لحد ما يبتدي يعني نحس بقوامه كده، ممكن نعمل منه عجينة. دي طريقة يعني بسيطة وحلوة ولذيذة ان احنا نعمل مع بعض المهلبية بس بطريقة مختلفة. اهو يعني ممكن نحتاج شوية سمنة تانيين. ده الطريقة او القوام المظبوط اهو، لازم يبقى بالشكل ده. هاخد قالب تشيز كيك المتحرك، زي ما قلت دي طريقة حلوة ان احنا نقدم المهلبية على شكل تارت تشيز كيك او على شكل كعكة الجبنة بس بنكهة شرقية. هنفرد تحت القالب بالشكل ده، وعندنا حلين، يا اما ان احنا نسيب القالب في التلاجة السمنة دي ترجع تجمد وتمسك في البسكوت مدة حوالي ساعة، بس الافضل لو مستعجلين ان احنا نحطه في الفرن مدة 5 دقايق بس تحت الشواية. وهنبتدي نشتغل في المهلبية بتاعتنا. انا هعمل مهلبية العادية بتاعتنا، بس هحط لها شوية حبهان ومية الزهر عشان تبقى نكهتها شرقية ماشية مع الديك او خلطة الديك الرومي اللي احنا عاملينه. عندي هنا اللبن، كل المكونات على البارد. عندي هنا النشا اهو، وعندي السكر، السكر حسب حلاوة او كل واحد بيحب المهلبية حلوة ازاي. في ناس تحبها مسكرة قوي، في ناس تحبها يعني نص نص، انه كمان في ناس بتحب تعملها خفيفة السكر عشان يحطوا عليها شربات. شفت ناس كتير بيحبوا ياكلوا المهلبية مع الشربات. وهبتدي اقلب المكونات دي مع بعض. لكم ان تتخيلوا بقى عزومة فيها كل النكهات العربية دي.
انا من الناس اللي بيحبوا جدا التوابل العربيه، يعني بفتخر جدا ان انا عربيه وعندي نكهات، بحس ان انا لوحدي عندي، يعني احنا الوحيدين كعرب اللي بنقدر نعمل الحاجات دي ونظبطها كويس قوي في الاكل. الاجانب للاسف او يعني بتحسر عليهم ان هم ما يعرفوش حلاوه الحبهان، الزعفران، القرنفل في الاكل. هما دلوقتي يعني ابتدوا يفتكسوا ويعملوا، بس ما بيستخدموش الحاجه صح. يعني احنا الزعفران بنحط رشه بسيطه كده كافيه انها تغير الطعم في الاكله. هما لما بيعملوا زعفران بياخدوا معلقه صغيره كده ويرموها في الاكل وهما بيفرحوا باللون، بس ما بيعرفوش يوصلوا للطعم الكويس بتاع الزعفران، لانه الزعفران لما بنكتر منه في الاكل بيبقى شديد. القرنفل نفس الشيء، الحبهان برضو نفس الشيء، المستكة نفس الشيء. فالست العربية في حاجة كويسة قوي بتميزها، انها بتعرف تلعب بالمكونات كويس قوي، بتعرف ازاي تضيف النقطة الصح والتركيبة الصح والمقدار الصح عشان توصل للطعم الصح والمظبوط في الاخر. دي حاجة عندنا احنا العرب بس، مش عند اي ست بيت تانية من اي جنسية. هبتدي بقى اقلب المكونات دي مع بعض عشان تبتدي تتخن، وفي نفس الوقت بحاول اتابع التشيز كيك او البسكوت اللي انا دخلته جوه. هو طبعا مش هيلحق ان هو يسخن قوي لانه يدوب القالب بيدفى، انا عايزه بس يعني يمسك نفسه عشان لما انزل من المهلبيه ما يقبش مني البسكوت. وقلت لو كان عندنا وقت ممكن بدل الفرن نعمل الموضوع ده في التلاجة، بيدي نفس الموضوع بس بياخد وقت اطول، يعني بدل 5 دقايق بنحتاج ساعة في التلاجة عشان السمنة او الزبدة اللي استخدمناها ترجع تجمزر كده وتمسك في بعض. وهمشي اقلب ليلة القدر. دي من الحاجات الجميلة جدا في المغرب، يعني كل الاطفال في المغرب كانوا بيلبسوا عرايس. انا كنت كلمتكم في الموضوع ده زمان، يعني وانا صغيرة كان الوقت ده يعني انا لابسة فستان اللي هو التشيل والتاج بقى والوردات والميك اب والعينين مرسومين، وحاسة بنفسي هانم وانا عندي اصلا 3 4 سنين، وكله بقى بيخرج ويتفسح. وكنا لو صمنا حتى 3 ساعات في اليوم كان الفطار يبقى بيضاية مسلوقة و3 حبات من البلح كده محشية بالمكسرات وجوز الهند او عقدة اللوز اللي بمية زهر. ودايما انا مش فاكره بصراحه الكلام اللي كانت ماما بتقوله واحنا صغيرين عشان نقوله قبل الفطار، بس كانت عباره جميله قوي انا نسيتها بصراحه لان الموضوع ده بقاله زمان قوي، بس كانت عباره جميله جدا. كنا بنحس فعلا ان احنا عملنا حاجه في رمضان، ان احنا كبرنا وبقينا قد المسؤوليه، ان احنا بقينا من يعني مش عارفه، بس هو الاحساس اللي كان بيوصل لنا واحنا صغيرين انه احنا من امهات المسلمين او من السيدات المسلمات قوي يعني. فالجمل كانت لطيفه قوي بس نسيتها للاسف، يعني برضو الموضوع ده فات عليه زمان قوي، مش زمان قوي عشان لسه صغيره، بس فات عليه زمان كم شهر كده كم يوم. احنا الستات يعني كله نلعب فيه الا موضوع السن ده، يعني ما نحبش نحرج بعضينا. اهي المهلبيه بتبتدي تتخن كده، واهم حاجه المهلبيه خليكي دايما جنبها عشان المهلبيه من الحاجات الحساسه قوي اللي بتعمل قشر من تحت. اول ما تبتدي تتخن بالشكل ده نجيب عنصر حلو قوي اللي هو رشه حبهان بودره، ما تكتروش كتير، ده اللي كنا بنتكلم فيه ان احنا نستخدم المكونات بتاعتنا صح. هو ضفناه على النار عشان محتاجين شوية النار دول يطلعوا الطعم بتاعه، وبعيدا عن النار بنحتاج نضيف شوية مية الزهر عشان النكهة تقوى اكتر. نقلب بالشكل ده سريعا بعيد عن النار. مية الورد ومية الزهر يستحسن ما نضيفهاش على النار ابدا. بننزل بالشكل ده على البسكوت، اهو، وبقى ندخلها للتلاجة تبرد. والحلو في الحلو ده انك ممكن تعمليه قبل ما تبتدي تشتغلي في الطبق الرئيسي وتنسيه في التلاجة ويعيش حياته
ولما تبرد بقى نفتحها ونزينها زي ما احنا عايزين. الزينة دي حاجة ترجع لك، ممكن تستخدمي فراولة مع مربى فراولة زي ما احنا عاملين النهاردة. ممكن تخلي الموضوع رمضاني اكتر، تزودي فستق على الوش وورد ناشف وشوية شربات وتفنني وتعملي حاجات حلوة. طبعا احنا مش هنلحق نبردها لانه مش هنوقف الحلقة على القالب ده زي ما وقفناها على الديك الرومي، بس اتمنى فعلا انه الحلقة دي تكون مش بس مصدر افادة كنوع من انواع الوصفات اللي بتتعمل في ليلة القدر، بس حابة انها تكون حاجة تفكرنا بالحاجات الكويسة اللي ابتدت تروح مننا، تفكرنا في اللمة، تفكرنا في طاعات الله، تفكرنا في الزكاة النفسية اللي احنا تكلمنا عليها، تفكرنا بان احنا كمسلمين عندنا ايام في رمضان. هو رمضان كله حلو، بس عندنا يوم من احلى الايام ويوم من اسعد الايام على وجه الارض كلها، يوم بتبقى فيه بابواب السماء مفتوحة. يا رب يعم الخير والسلام كل البلاد العربية. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم حلقة بكرة ان شاء الله.